إيماني بالرب يسوع بيدعيني للفرح ولعيش الحياة بملئة، ولكن الألم موجود، ومع مرور الوقت الإحساس بالوجع بشكل مستديم بيولد حالات من الاكتئاب أو القلق الحاد. كان عمري 6 سنين، هيك ضلت تعبانة، فوت كتير على التواليت، أعطش كتير، فكروا إنه أنا عم غار من أختي. عم بتعرق له بكتير محلات نمط حياته، عم بتأثر عليه نفسياً، عم بتودي له اكتئاب، بتغير كتير المود تبعوله. لو رفيقك الأنتيم ولو بيعرف إنه أنت بتلاسيميه وبتعلق دم بس ما إنه شايفك حتى البومب، يعني ما راح يعرف إنه هيدي دواء ومجبور تاخديها. كتير أوقات ما بتكون قادر تلغي مصدر ألمك الجسدي، بيضل عندك بهالحالة إمكانية المساعدة النفسية يلي بتقويك، بتعلي معنوياتك لمواجهة وجعك، إلى جانب الصلاة يلي بتفتح لك قلبك على استقبال نعم الرب بقلب صراعك.